إبراهيم، وأنت تجمل لي ما دار في خلال 24 ساعة، دقق لي في الأرقام، أريد تحديثا للأعداد، هل هي وصلت إلى 12 شهيدا، ربما ازدادت في السويعات الأخيرة. كذلك إبراهيم، الخبر أشار إلى درجة من توافد جثامين الشهداء والجرحى والمصابين. إبراهيم هل تسمعني؟ الشرقية والجنوبية، الشرقية من مدينة خان يونس، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة قيزان النجار وقيزان أبو رشوان وبطن السمين، أغارت على منازل ودمرت عدد كبير من منازل المواطنين. هذه الغارات الإسرائيلية أدت إلى وقوع عدد من الإصابات التي نقلت إلى مجمع ناصر الطبي. هذه هي ربما تكون آخر الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، فيما تواصل المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها على مناطق الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس، تحديدا منطقة قيزان النجار وأيضا منطقة معن والشيخ ناصر وحي السلام والمنارة والمنطقة الجنوبية من بلدة بني سهيل. القذائف المدفعية لا زالت تسقط على هذه المناطق، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية وهي بلدة القرارة التي شهدت اليوم أعنف الغارات وعمليات التدمير والنسف لمربعات سكنية ولمنازل المواطنين في هذه المنطقة. أعداد الشهداء ارتفع بصورة كبيرة جدا في مدينة خان يونس أو في جنوب القطاع، أكثر من 21 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. هؤلاء الشهداء قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بلدة بني سهيلة ومنطقة دوار أبو حميد في وسط مدينة خان يونس، وتم انتشال عدد آخر من جثامين الشهداء من منطقة إسكان حمد في الشمال الغربي لمدينة خان يونس، وكذلك الحال منطقة القرارة. أما في مدينة رفح فالغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة، الآن ربما تروا سحب الدخان الأسود الذي ينبعث من هذه المنطقة. هذه المنطقة هي منطقة الجنوبية من مدينة خان يونس، تحديدا منطقة كف مراج التي تقع في شمال مدينة رفح. لا نعلم بالضبط ما الذي يجري أو ما سبب هذا الحريق الكبير وهذه السحب الدخان السوداء، لكن على ما يبدو أنه نتيجة القصف الإسرائيلي لمنشآت أو لمنازل مواطنين في هذه المنطقة التي تعتبر بالأساس مناطق زراعية ويعني مهمة جدا وتعتبر من السلة الغذائية لجنوب القطاع. هذه السحب الدخان الأسود ربما تكون ناتجة عن قصف إسرائيلي لمخازن زراعية أو لمخازن بها مواد غذائية في هذه المنطقة. حتى اللحظة لا معلومات حول طبيعة هذا الاستهداف وما إذا كان أدى إلى وقوع شهداء أو جرحى، لكن في مدينة رفح القصف الإسرائيلي يعني تماما كما مدينة خان يونس لا يتوقف. اليوم تم انتشال عدد من جثامين الشهداء من منطقة رفح، تحديدا من منطقة المواصي تم انتشال 5 من الشهداء، في منطقة مصبح تم انتشال شهيد، وأيضا من منطقة زغلول تم انتشال شهيدين، وبالتالي يرتفع أعداد الشهداء في رفح إلى نحو 8 شهداء منذ ساعات الصباح، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف العنيف على منطقتين أو 3 مناطق رئيسية. المنطقة الأولى شمال مدينة رفح التي تصدر منها سحب الدخان الأسود، وهي منطقة كف مراج، منطقة البركسات، منطقة أيضا مصبح وخربة العدس، بالإضافة إلى منطقة وسط مدينة رفح الشابورة ويبنى والبرازيل وكراج الشرقي، بالإضافة إلى المنطقة الغربية والشمالية الغربية التي تتعرض منذ بداية الاجتياح البري في مدينة رفح إلى غارات وعمليات قصف ونسف لمربعات سكنية. وبالتالي جنوب قطاع غزة يواجه تصعيدا إسرائيليا كبيرا من خلال عمليات القصف الجوي بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى عمليات القصف المدفعي وقيام وحدات الهندسة الإسرائيلية بنسف مربعات سكنية كبيرة جدا. مدينة رفح باتت 70% من منشآتها ومبانيها مدمرة، حالها كحال مدينة خان يونس التي باتت مدينة منكوبة. أعداد الشهداء ارتفع خلال 8 أيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس إلى نحو 300 شهيد، بالإضافة إلى 700 إصابة حتى هذه اللحظة.